تحدث النجم السوري عابد فهد عن فكرة اعتزاله الفن وأيضا عن مسلسل نقطة انتهى والانتقادات يلي طالته، كاشفاً رأيه بالأعمال المعربة وعن بعض النجوم ومين الأقرب لإله. قال عابد بتصريح صحفي إنه رغم النجاح يلي حققه بأعماله الفنية كل عام بتراوده أحيانا فكرة الاعتزال، ولكن شغفه الكبير بمهنة الفن صار هوس أو مرض منه لإله دواء وبيحتاج لعلاج. أما عن شخصية فارس يلي قدمها بمسلسل نقطة انتهى، قال هناك أشخاص بالحياة بيواجهوا الحقيقة وآخرين بيتخبوا منها، وذلك بيورطهم بالكذب وعدم الاعتراف بالحقيقة، وهيدا اللي صار لفارس يلي قدمت شخصيته بمسلسل نقطة انتهى. هو منه إنسان شرير كما بيعتقد البعض، بل تورط بعالم الجريمة مع أشخاص بيتعامل الشر بداخلهم، وهذا يلي استفزني لتقديم المسلسل بالإضافة لوجود شركة إنتاج ضخمة مثل الصباح والفنانين المميزين المشاركين معي بالمسلسل. وأضاف فهد سمعت بعض الانتقادات والآراء من الجمهور والمقربين مني بأنه كان الأفضل تغيير أماكن تصوير مسلسل نقطة انتهى حتى ما تكون مشابهة لمواقع تصوير مسلسل النار بالنار يلي قدمته بموسم رمضان الماضي، وهيدا الآراء بتخص المشاهدين ومتابعي المسلسل وما إلي دخل فيها. وحول رفضه المشاركة ببطولة مسلسل تركي معرب، أكد عابد بقوله نعم لأن عندي شروطي لتقديم هيدي النوعية من الأعمال الفنية، وأهمها أنه يكون تعريب المسلسل حقيقي وبيشبه بيئتنا الخاصة وليس مجرد تقليد للمسلسلات التركية من حيث الشكل والأداء، لأنه حين منخوص بدراما هيدي المسلسلات فلازم أنه تكون قريبة من مجتمعنا العربي حتى وأن تقاربت قصص حياتنا بالوطن العربي خاصة تركيا بعد احتلالها لسوريا 400 عام. أضاف فهد حين أختار مسلسل تلفزيوني من هيدي النوعية لازم أنه يكون معرب وإله هوية سورية وعربية كاملة، لأنه لا إبداع في التقليد، ولكن هناك مسلسل تلفزيوني مؤلف من 90 حلقة وبضم فريق عمل بيتولى تعريبه بشكل جيد، وهو مستوحى من هيدي الفكرة ولكن بصورة قريبة من بيئتنا ومشروعنا الفني. وحاول تفضيله للفنان ماكسيم خليل عن بقية زملائه، قال عابد هناك نجوم سوريين مميزين بالنسبة لإلي مثل باسل خياط وباسم ياخور وتيم حسن يلي بيسعى دائما لتقديم أعمال فنية بتحمل قيمة كبيرة وفيها تطور وتجديد، وكذلك قصي خولي، ولكن ماكسيم خليل هو الصديق الصدوق يلي بيوقف بجانبي بالأزمات والمحن وبيسأل عني كل يوم. باختصار هو إنسان محب وذو أخلاق عالية وصاحب مسؤولية، ولذلك قلت إنه الأقرب لإلي.